السلام عليكم مشاهدينا الأحباء الكرام، رمضان كريم وأهلا ومرحبا بكم معنا في مسابقة معارف التراث. هذه المسابقة التي ينظمها قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة. معارف التراث مسابقة فرقية تقام للموسم الثالث ما بين فرق الجامعات العراقية التي تشترك معنا في هذه المسابقة. نحن اليوم معكم في واحدة من الحلقات المهمة والحاسمة التي ستكون بين فريقي جامعة القادسية وجامعة ميسان. كيف ستكون نتائج هذه المسابقة بجولاتها الثلاث؟ لا ندري، ننتظر نحن وإياكم كيف ستكون الإجابات من قبل المتسابقين من كلا الفريقين، وكيف سيكون حصادهم من مجموع النقاط التي سيخرجوا بها في هذه الحلقة. القادسية فيما إذا لم يحالفهم حظ سيغادروا المسابقة تماما، أما ميسان فلهم فرصة كبيرة في أن يبقوا إلى حد ما حتى وإن خسروا. نتمنى الفوز لكلا الفريقين، ولكن الفوز لإحداهما، فكونوا معنا من المتابعين والمشجعين، ودعواتنا لكلا الفريقين. نبدو وياكم على بركة الله ونبدو ويا القادسية أمام موارد الأنبياء. إن شاء الله نحوظها اليوم ب 140 نقطة. فيصل اليوم أمام جامعة ميسان. نبدأ بالجولة الأولى يا شباب، قيمة السؤال الواحد بها 10 نقاط، ونتمنى تبلشون ب10 نقاط وتفتتحون جولتكم الأولى برصيد جيد. سؤالك يا سجاد يقول: ورد ذكر الديوانية في كتاب السائح إبراهام بارسنز في رحلة قام بها في نهر الفرات من الحلة إلى البصرة، وذلك في القرن العاشر الهجري أو في القرن الثاني عشر الهجري أو القرن الحادي عشر الهجري؟ انطيني في أي قرن من هذه القرون قام بهذه الرحلة من الحلة إلى البصرة. ورد ذكر الديوانية في هذه الرحلة، لكن شو وقت؟ احتاج إجابة بثلاثين ثانية. ركز يا سجاد، انتو النقاط الأولى الأولى. الإجابة الأولى كنترول يقول في القرن العاشر الهجري. في القرن العاشر الهجري الإجابة خاطئة يا سجاد، للأسف الإجابة الصح هي في القرن الثاني عشر الهجري وليس العاشر. إذا نتمنى التركيز بما سيأتي من الأسئلة يا سجاد، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. إذا لا شيء بالسؤال الأول من صالح القادسية. نشوف نيسان كيف الحال سيكون معاكم يا عباس. إن شاء الله نطمح ونسعى للفوز الأول، لا إن شاء الله ماكو كل خسارة، إن شاء الله مستعدين. نروح للسؤال. تقع مدينة العمارة على نهر دجلة شط العرب الفرات. 30 ثانية إن شاء الله. نهر دجلة الأولى إن شاء الله. نهر دجلة. نثبت يا عباس. إن شاء الله ثبت. نثبت على الإجابة الأولى نهر دجلة يا كنترول، ويقول الإجابة صحيحة الكنترول، عفي عليك 10 نقاط. نفتتح بيها جولتنا مع جامعة ميسان، ونرجع مباشرة إلى القادسية ونروح إلى سجاد. ميسان إن شاء الله نعبرها، ما يخالف إحنا قوة. إيه بس شوية دربك وما حالفنا الحظ باللعب المسابقة الأولى، في البداية شوية تكون متعثرة أو هيك، إن شاء الله وشوفونا رقم صعب إن شاء الله. سجاد سؤالك يقول في هذه الجولة: وجد في مدينة نفر أقدم تقويم، فهو كان اقتصادي أم زراعي أم صناعي؟ شنو اللي لقوه أقدم تقويم؟ شنو كان؟ اقتصادي لو زراعي لو صناعي؟ 30 ثانية. استثمر وقتك يا سجاد، عدوا لفارق النقاط يا سجاد. انطينا يا ربي إجابة صحيحة. إن شاء الله تعالى صناعي. صناعي. كنترول يقول وجد في مدينة نفر أقدم تقويم صناعي، صح ولا خطأ يا كنترول؟ الإجابة خطأ للأسف يا سجاد، ليس التقويم صناعي وإنما زراعي. خلونا حلوين، خلونا مسيطرين. الجولة الأولى نقاطها سهلة وقابلة للتعويض، وإن كان
مستوى المنافسة صعب في هذا اليوم. كرار. والله الأسئلة بها نوع من الصعوبة. والله اليوم يا جماعة القادسية. لا إن شاء الله نطمح بالفوز، ما يهمنا الخسارة ولا التواعد. نرجع إليك ونروح لسؤالك مباشرة. كانت ميسان في القرن الرابع الهجري دويلة تحت حماية التركمان أم السلجوقيين أم العثمانيين في القرن الرابع الهجري؟ انطيني إجابة، 30 ثانية كافية حتى توصل الإجابة الصحيحة. إذا عندك معلومة انطيني إياها. إن شاء الله الاختيار الثاني السلجوقيين. السلجوقيين. نعم. كنترول ثبت على الإجابة الثانية، يقول ميسان كانت دويلة تحت حماية السلجوقيين، وإجابة صحيحة. عفي عليك يا كرار. 10 نقاط أخرى إضافية ونصير 20 في ميسان، لا شيء في القادسية. صفاء. إن شاء الله توفيق من الله كله. إن شاء الله الفوز. منك إن شاء الله. إن شاء الله. التعويض. إن شاء الله. ونبدي بعشرة. إن شاء الله. حلوة. سؤالك يقول: يدخل شط الشامية إلى محافظة الديوانية من جهة الشمال الغربي لو الشمال الشرقي لو الجنوب الشرقي. شط الشامية والقادسية الديوانية محافظتكم. منين يدخل شط الشامية؟ من يا جهة الشمال الغربي لو الشرقي لو الجنوب الشرقي. 30 ثانية بقى منها شقد؟ الشمال. ثواني. الشمال الغربي إن شاء الله. الشمال الغربي. كنترول إجابة صحيحة. عفي عليك يا صفاء، وعشر نقاط نفتتح بيها الجولة وياكم ويا جامعة القادسية. العشرة ما تبقى عشرة أكيد، والقادم أقوى يا شباب. محمد. معنيات عادية إن شاء الله. إن شاء الله فائزين، قادرين هالمسابقة. مسابقة كلش حلوة وأجواء الحمد لله حلوة. سؤالك هالمرة يقول: أقدم كنيسة في مدينة العمارة أنشئت عام 1880 في منطقة المحمودية بمركز المدينة، هل هي كنيسة مار يوسف أم كنيسة السريان أم كنيسة أم الأحزان؟ أي كنيسة وعدكم بالعمارة في منطقة المحمودية تأسست سنة 1880؟ انطيني الجواب بثلاثين ثانية فقط، بقي منها عشرة. كنيسة أم الأحزان. كنيسة أم الأحزان. اثبت يا محمد. إن شاء الله. عباسي أيد، هز براسك. تمام. كنترول، كنيسة أم الأحزان كما ذهبوا إليه أم لا؟ إجابة صح. عفي عليكم، 30 نقطة. حلو ميسان، نحاول نجيب أكبر قدر ممكن من النقاط. كل واحد أدى ما عليه من مهمة وجاب لنا 10 نقاط. نرجع وياكم والسؤال الجماعي يا شباب، ركزونا وانطونا 10 إضافية. سؤال يقول: يقع قصر اليهودي اليوها ساسون خضروي التراثي في محافظة الحلة أم بغداد أم الديوانية؟ سولفوا بيناتكم، تشاوروا بيناتكم، وطلعونا بإجابة بيها 10 نقاط حتى تصيرون 20 نقطة. خلونا نعدل الفارق يا شباب. تبدون عليه؟ صفاء قول، قول يا صفاء عندك معلومة. خلص الوقت. حلة إن شاء الله. حلة. كنترول، نروح للحلة. هل الإجابة صح لو خطأ يا كنترول؟ الاختيار الأول خاطئ للأسف يا شباب. الحلة أكو منطقة اسمها اليهودية صح، لكن قصر اليهودي تحديداً في الديوانية، وانتم من القادسية يعني هي نفسها الديوانية. للأسف للأسف للأسف. إذن 10 نقاط فقط برصيدكم في ختام هذه الجولة، نتمنى تعوضوها في الجولتين القادمتين. سؤالكم العام يا شباب في ميسان: أنشأ أحد الولاة العثمانيين معسكرا على نهر دجلة، عرف هذا المعسكر بالآوردي أي الفيلق، ثم توسع بعد ذلك فأصبح مدينة كبيرة يقال لها العمارة. من الذي أنشأ؟ هل هو الوالي العثماني محمد نامق باشا
أم سليمان القانوني أم ناصر بال الآشوري؟ كرار قالهم تعالوا عندي الإجابة، قول كرار. إن شاء الله نثبت على الإجابة الأولى، بعد إن شاء الله تأكد الوالد العثماني محمد نامق باشو. حلو، أنت تاريخ له إسلامية؟ لا إسلامية، بس أنا مطلع على هذا الشيء. مطلع على هذا الشيء بكل ثقة إن شاء الله. يا كنترول نروح للإجابة الأولى، الوالي العثماني محمد نامق باشا، إجابة صح ويصيرون 40 لو لا؟ كنترول، الكنترول يقول الإجابة صح ولا خطأ؟ لازلنا ننتظر الكنترول، يقول الإجابة صح، عفي عليكم يا شباب. وأربعين نقطة حلوة نختم بيها جولتنا الأولى ما بين ميسان والقادسية، لكن وهاي الغاية ولا هاي النهاية، الجولة الثانية هي الحاكمة إلى حد ما. عندنا أربعة أسئلة، قيمة السؤال الواحد بيها بـ30، ممكن نصعد وممكن ننزل، وبكل الأحوال نقدر نعدل أيضا بالجولة الأخيرة اللي قيمة السؤال الواحد بيها 50 نقطة. خليكم ويانا، نروح فاصل قصير وبعدها نرجع حتى نكمل وياكم مسابقتنا ونبدأ بالجولة الثانية. فاصل قصير وبعد راجع. رجعنا وياكم مشاهدين الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير في حلقة هذا اليوم في مسابقة معارف التراث. المباراة الحاسمة اليوم ما بين جامعة ميسان وجامعة القادسية. جامعة القادسية عندهم 10 نقاط فقط كحصاد من الجولة الأولى، بينما جامعة ميسان عندهم 40 نقطة، يعني الجولة الأولى جاوبوا على كل الأسئلة. شلون الحال بالجولة الثانية يا شباب؟ إن شاء الله خير. راح نبقى بهذا المستوى إن شاء الله؟ إن شاء الله إن شاء الله. وأنتوا يا شباب إن شاء الله نعوض، هذا اللي نطمح إليه. الخسارة عندكم مو تمام أبدا، خلونا نركز وخلونا نروح إلى الإجابات الصحيحة وإن شاء الله يكون الفوز حليفكم. نبلش ويا ميسان ونبلش ويا عباس. عباس سؤالك يقول من القائل عن لسان حال الإمام الحسين عليه السلام إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني؟ هذه المقولة تنسب للإمام الحسين، ولكن في واقع الحال هو هناك شاعر قالها عن لسان حال الإمام. من هو؟ عباس الترجمان، محمد مهدي الجواهري، الشيخ محسن أبو الحبل الكبير؟ 30 ثانية على كيفك تأنى وركز وانطيني الإجابة وخلي رصيدنا ينضاف لـ30. إن شاء الله الإجابة الشيخ محسن أبو الحب الكبير. كنترول، نروح إلى الإجابة الثالثة، بيقول الشيخ محسن أبو الحب الكبير، ونقول له العباس رحت للإجابة الثالثة وعندك 40، ورجعت من الإجابة الثالثة وعندك 70. يا عباس إجابة موفقة، عاشت إيدك. 70 نقطة حلوة نكمل بيها ونفتح بيها جولتنا الثانية. خلونا نروح السجاد، نريد الحال يختلف هالمرة يا سجاد. إن شاء الله مرة نصيب ومرة نخيب، إن شاء الله نصيب هاي المرة إن شاء الله. سؤالك يقول من مؤلف مسرحية ثانية يجيء الحسين؟ عبد الرحمن الشرقاوي، محمد علي الخفاجي، عبد الرزاق عبد الواحد؟ كلهم عندهم مسرحيات بهذا الصدد، ولكن هذه المسرحية لمن؟ سجاد استثمر وقتك 30 ثانية، عندك معلومة لو ضربت حاض خلنا نتفق. ما عندي معلومة. ما عندك معلومة، زين إن شاء الله الثانية. محمد علي الخفاجي إن شاء الله. كنترول، سجاد يقول أنا ما عندي معلومة ولكن ضربة حظ، خلي نروح للاختيار الثاني ونختار محمد علي الخفاجي. كنترول، حمرة لو خضرة؟ وإجابة خضرة، عفي عليك، عفي عليك يا سجاد. 10 صارت 40، قل الفارق وهذه هي الغاية، كل ما يقل الفارق كل ما نسبتنا بالفوز تكون أكبر. حلو،
40 مقابل 70 ونروح الكرار. حياكم الله استاذ. بالمحلي وبالمحي حياك يا كرار. نروح لسؤالك، وسؤالك يقول: مدرسة دينية في مدينة كربلاء المقدسة أنشئت على رفقة امرأة هندية صالحة تدعى تاج محل، فهل هي المدرسة الهندية الصغرى أم مدرسة حسن خان أم مدرسة البادقوبة؟ أي من هذه المدارس الثلاث هي التي انشأتها أو انشأت على نفقة امرأة هندية صالحة؟ ركز لي وانطيني الإجابة بثلاثين ثانية، تقريبا 15 باقي من عدها. إن شاء الله نثبت على الإجابة الثالثة، مدرسة البادقوبة. عجب، إن شاء الله طلعت. هي إن شاء الله، يعني ما متأكد بس إن شاء الله. مر عليها بس ما متأكد منها. مر عليها نعم. حلو. كنترول يقول: مدرسة البادقوبة، وللأسف الإجابة خطأ يا كرار. كنا نتمنى تكون أكثر دقة وأكثر تركيز. الإجابة الصح هي المدرسة الهندية الصغرى. قلنا هندية وقلنا تاج محل، كان تقدر تربط إلى حد ما باعتبار أنت ما عندك معلومة متأكد منها، فاربط وعسى أن تكون صحيحة. نعوض بالقادم. نعوض بالقادم إن شاء الله. حلو، هاي اللي نريدها. يلا نرجع وياكم يا شباب ونروح السجاد. سؤالك هالمرة يا سجاد إن شاء الله خير وإن شاء الله يجيب لنا 30 نقطة. سؤالك يقول: تقع مدرسة السيد البروجردي الكبرى في كربلاء المقدسة لو الحلة لو النجف الأشرف، وين تصير؟ مدرسة دينية، وين ممكن تصير؟ كل هذه المدن هي مدن دينية سابقا أو حاليا، وعرفت بمدارسها الدينية ووجود الحوزات العلمية، فالجواب قد يكون محير، ولكن وياك نتمنى نوصل للإجابة الصحيحة. بين كربلاء والنجف. بين كربلاء والنجف الحلة، فأنت ايش تختار؟ نروح إن شاء الله مع كربلاء بإذن الله. نروح مع كربلاء. كنترول كربلاء، هل هي الإجابة الصحيحة؟ للأسف الإجابة خاطئة يا سجاد، النجف الأشرف هي الإجابة الصحيحة للأسف. 40 مقابل 70. خلونا محافظين على هدوءنا، وبعد الفارق مو هواي، وقابل للتغيير وقابل للتعويض. محمد نروح وياك للسؤال: مكان مولد النبي صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة أقيمت فيه مكتبة عامة للمخطوطات والمطبوعات، فهل هي مكتبة مكة المكرمة أم مكتبة ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله أم مكتبة أم القرى؟ حقيقة هذا السؤال يراد لتركيز، لأن واحدة من الإجابات محيرة. يلا يا محمد. مكتبة مكة المكرمة. مكتبة مكة المكرمة اللي هو تصير بمكان مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كنترول نثبت على الخيار الأول، لأن الخيار الثاني كلش محير. عفي عليك، إجابة صح. الخيار الثاني طعم يا شباب، لأن هو مولد النبي، مكان مولد النبي ومكتبة ولادة النبي. عشت ايدك يا محمد، مية حلوة، ممكن نكمل بيها ونواصل بيها تقدمنا. يلا يا شبابنا في ميسان، صفاء إجاك الدور إن شاء الله. وهالمرة سؤالك يقول: مؤلف كتاب علم المتاحف نشأته فروعه وآثاره، هل هو الدكتور عبد الفتاح مصطفى غنيمة أم الدكتور محمد جمال راشد أم بشير زهدي أو زهدي؟ ركز، خلي 40-70، قللنا الفارق حتى نقدر ننافس بالجولة الجاية. صفاء أريد منك إجابة بالعشر ثواني المتبقية. دكتور محمد جمال راشد.
دكتور محمد جمال راشد الاختيار الثانية كنترول. إجابة صحيحة، عفية عليك يا صفاء. الأربعين صارت 70 بتركيزك وبإجابتك الصحيحة، وهذا الشيء يخلينا نتأمل مستوى آخر في الجولة الجاية. سؤالكم يا شباب، سؤالكم العام المشترك يقول: في أي الخطوط تمنح الإجازة الخطية؟ حتى ينطوني إجازة، بأي خطوط يختبروني؟ الناس تعليق والنسخ؟ لو النسخ والثلث؟ لو النسخ والديواني؟ ركزوا 30 ثانية حتى ينطوني إجازة. شنو يختبروني؟ بأي نوع؟ يلا يا عباس، الناطق الرسمي باسم جامعة ميسان. الله يحفظك. إن شاء الله الإجابة الأولى، النس تعليق والنسخ. النس تعليق والنسخ يا كنترول، إجابة صح ولا خطأ؟ كنترول يقول الإجابة خطأ يا عباس، للأسف الإجابة الصح هي النسخ والثلث. أبداً مو مشكلة، خلونا محافظين على معنوياتنا ونواصل تقدمنا. 100 نقطة ويانا شباب، 70 نقطة وياكم، كلش حلوة. والتعويض بهذا السؤال كلش وارد، ونصير 100 100 ونروح متعادلين. هواي تفرق. سؤالكم يقول: الخط الذي يتميز بالتنقيط في تشكيلاته وتزييناته، هل هو الخط الديواني أم خط الإجازة أم الخط الديواني الجلي؟ ديوان جلي ان شاء الله. سخاط على كيفك، على كيفك. 30 ثانية، إذا نجاوب صح راح نتعادل، إذا تعادلنا حلوة نروح للمرحلة الثالثة، للجولة الثالثة متعادلين. إذا خسرنا لا، إن شاء الله واثقين من نفسنا. واثقين إن شاء الله، واثقين. ونروح للإجابة الثالثة، الخط الديواني الجلي يا كنترول. الخط الديواني الجلي راح يكون حلو، يجلي همومنا ويفرحنا ويخلي 70 100 لو لا يا كنترول. قول لنا إيه يا كنترول. والكنترول يستجيب لرغبتنا ويقول لنا إيه، عفية عليكم الإجابة صح. 100 نقطة لكل الفريقين، و200 نقطة قادمات، بس المن راح يكون ما ندري. نروح وياكم مشاهدينا بهذه الأجواء التنافسية العالية ما بين جامعة القادسية وجامعة ميسان إلى الجولة الثالثة والأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم. خليكم ويانا فاصل قصير، بعد الفاصل راجعين ونكمل هذه الأجواء الحلوة بمشاهدتكم متابعتكم. خليكم ويانا. رجعنا وياكم مشاهدينا الأحبة بعد هذا الفاصل، ونكمل وياكم حلقتنا ومسابقتنا، مسابقة معارف التراث والجولة الثالثة في هذه المباراة الحاسمة ما بين جامعة القادسية وجامعة ميسان. الحلو أنه إحنا وصلنا بتعادل، 100 نقطة مقابل 100 نقطة لكلا الفريقين، ودخلنا بها لهذه الجولة، الجولة الأخيرة، الجولة الثالثة. عدنا 4 أسئلة، قيمة السؤال الواحد 50 نقطة، ونشوف من اللي راح يتأهل. نتمنى نركز ونجاوب أكبر قدر ممكن على الأسئلة بشكل صح يا ميسان، كذلك الحال القادسية. نبدأ وياكم يا شباب، وتذكروا الخسارة ما تفيدكم، تمام؟ لأن الخسارة يعني خارج المسابقة، الفوز يعني نكمل. السؤال الأول راح يكون مع سجاد، ونروح للسؤال الأول يا سجاد ونركز بالإجابة. عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن الصبط الملقب بعبد الله المحف يقع مرقده في الديوانية ذي قار الحلة. ركز بثلاثين ثانية، نريد منك إجابة صحيحة. 100 تصير 150، لو تبقى 100 شو تريد؟ نقاط كاملة إن شاء الله. نقاط كاملة، اعطيني إجابة صح. يلا 8 ثواني، 5 ثواني. إن شاء الله الخيار الأول الديوانية. الخيار الأول الديوانية. كنترول يقول أنا من الديوانية،
ونروح للديوانية وخلنا نشوف الإجابة صح لو لا. كنترول ديوانية صح ولا خطأ؟ المية 150 لو لا يا كنترول، أرجوك لا تعذبنا كنترول، انطيني الإجابة. والإجابة صح، عفية عليك يا سجاد. والمية 150. حلو عباس، حياك الله دكتور. المية 150، وخلونا نمشي بهذا الجو الحلو إن شاء الله. السؤال يقول يا عباس، نروح للسؤال. السيد يحيى بن الحسن أحد أحفاد الإمام الكاظم عليه السلام، ويعرف عند الشيعة بمحمد بن الكاظم، يقع مرقده في ميسان لو في ذي قار لو بالديوانية، وين يصير مرقده؟ 30 ثانية. 30 ثانية، تحتاج دقة وتحتاج تركيز، ممكن السؤال يوقعنا وممكن يقدمنا. ركز وانطيني الإجابة. خلص وقتك. إن شاء الله الإجابة الأولى ميسان. الإجابة الأولى ميسان. كنترول يقول جبتولهم سؤال وطلع هم من القادسية وطلع بالقادسية، وإحنا من ميسان ونقول من ميسان، راح تمشي وياهم هاي العملية لو لا يا كنترول؟ صح ولا خطأ؟ الإجابة الأولى ميسان صح لو خطأ، يعني المية بقت مية يا شباب. هم قالوا الديوانية وجدت وياهم عدلة، مو معناتها أنتوا تقولون ميسان وتجي وياكم عدلة. إن شاء الله إن شاء الله حبب. الإجابة الصحية بالديوانية يا شباب. إن شاء الله القادم أفضل. القادم أفضل أكيد. نكمل وياكم مشاهدينا وحبايبنا الشباب ونروح إلى سجاد. سجاد كملوا الفوز وحققوا إنجاز. والسؤال يقول، من أعلام القرن العاشر الهجري وله تأليف أو تآليف عدة، منها كتاب في المقتل الحسيني بعنوان تسلية المجالس وزينة المجالس، أو تسلية المجالس وزينة المجالس، فهل هو الشيخ الملا مراد علي التفريشي، أم السيد محمد بن أبي طالب الكركي، أم السيد مرتضى بن علي الحسيني؟ من من هؤلاء صاحب هذا الإنجاز أو هذه الإنجازات من الكتب العدة المختلفة؟ ركز لي يا سجاد، عدكم 150 حلوة والفوز مهم جدا بالنسبة لكم. جماعة ميسان عندهم نقاط ويحسبون النقاط وعندهم أمل ممكن يصعدون، بس ويا القادسية الخسارة لا، ما مقبولة. يلا اعطوني إجابة شباب. سيد محمد بن أبي طالب الكركري الإجابة الثانية إن شاء الله تعالى. الإجابة الثانية كنترول، السيد محمد بن أبي طالب الكركي، صح ولا خطأ؟ عندهم 150، تصير 200 يا كنترول. إذا ممكن تصير 200 فخليها تصير 200، وخلي نشعل أجواء المنافسة ونشوف جامعة ميسان إيش راح يسوون. يلا يا كنترول الإجابة صح، عفية عليك، عفية عليك سجاد. 200 نقطة حلوة نكمل بها مقابل 100 نقطة لجامعة ميسان فقط. راح تبقى ولا نغير يا شباب؟ قدر المستطاع نغير، قدر المستطاع إن شاء الله. يلا وأنت لها يا كرار. سؤالك يا كرار يقول، له العديد من التملكات والوقفيات والمستنسخات حسن الخط، وله تملك جميل على كتاب شرح فصول الحكم لمؤيد الدين الصوفي، فهل هو السيد فضل الله بن محمد العريض الحسيني، أم السيد مرتضى مخدوم التفريشي، أم السيد مرتضى العقيلي؟ من من هؤلاء هو الإجابة الصحيحة والاختيار الصح يا كرار؟ هنا الاختيار ب 50 نقطة، المية تصير 150، وتذكر أمامك 200 نقطة وأنتو 100، الفارق 100. ركز، لكن قبل أن ينتهي الوقت أحتاج إجابة. الإجابة الثانية إن شاء الله، السيد مرتضى مخدوم التفريشي. السيد مرتضى مخدوم التفريشي، نثبت على الاختيار الثاني يا كنترول. وكرار متأكد من إجابتك؟ والله ما متأكد 100%. ما متأكد؟ كرار يقول أنا حقيقة ما متأكد من الإجابة، بس هذا الاختيار وللأسف الاختيار خاطئ يا كرار، والمية
بقت 100 وننتظر ونأمل من محمد يغير لنا الحال. الإجابة الأولى هي الأصح يا كرار. صفاء، اعتدنا عليك أن تضيف. إن شاء الله كذلك. باقي عندنا سؤالين، وإذا جبت لنا 50 هسه الأمور تمام. سؤالك يقول: كتاب يروي فيه صاحبه أحاديث كتاب معين بأسانيد لنفسه، يسمى المستخرج أم المستدرك أم المستنسخ؟ كاتب يروي فيه صاحبه أحاديث كتاب معين بأسانيد لنفسه، هل يسمى المستخرج أم المستدرك أم المستنسخ؟ يلا صفاء 30، فكر واستنتج سؤال، استنتج من خلاله. يلا. مستدرك إن شاء الله. المستدرك. كنترول. صفاء يقول نروح للمستدرك. كتاب يروي فيه صاحبه أحاديث كتاب معين بأسانيد لنفسه، إذن المستخرج. يا صفاء للأسف عندكم 200 حلوة، نتمنى لكم يا ربي تتوفقون وتفوزون، ماكو مشكلة. محمد هنا أنا إجابتك مهمة، راح تقولي ليش؟ لأن بعد لكم 100 وممكن تتعادلون، إذا جاوبتوا هذا ممكن يخسرون الجماعة بالأخير وتتعادلون. إن شاء الله. سؤالك يقول: ورق ثخين لين لا يكتب فيه في الغالب إلا المصاحف، يسمى الورق البغدادي، الورق الحريري، الورق الخراساني، أي من هذه الإجابات تنطبق عليه هذه الصفات؟ لا يكتب فيه وثخين ولين في الغالب وإلا المصاحف يعني، فأي نوع من الورق؟ بغدادي، الحريري، الخراساني؟ إذا جاوبت تصيرون 150. الورق البغدادي. ها؟ الورق البغدادي. الورق البغدادي. ثبت يعني وعندك معلومة واثق منها؟ إن شاء الله. يعني 100 إذا صارت 150 وراها جاوبون على السؤال العام راح يصيرون 200، وهنا الجماعة كل اللي عندهم 200 والسؤال الأخير ممكن يجاوبوه وممكن لا. إن شاء الله. الورق البغدادي. الورق البغدادي. كنترول نروح للورق البغدادي. الورق البغدادي هل هو ورق ثخين لين لا يكتب فيه في الغالب إلا المصاحف؟ يقول صح. 150 نقطة حلوات تستاهلوهن، مبارك عليهم. محمد عدل لنا الفارق. يا ترى الشباب هنا ايش راح يسوون؟ لازم تجاوبون على هذا السؤال حتى تقولون خلاص جاوبوا وما جاوبوا بعد احنا ما علينا. سؤالكم يقول: مؤلف في قمع البدع والضلالات وفيه ذكر المواكب الحسينية للعلامة الشيخ محمد حسين بن الشيخ علي الكاشف الغطاء النجفي، طبع سنة 1345 للهجرة، يطلق عليه الآيات الباهرة، الآيات الظاهرة، الآيات البينات. 30 ثانية يا شباب. الأصعب في تاريخ هذه الحلقة، يا أما تنقلنا إلى فوز محقق تمام، وأما نبقى على 200 وننتظر رحمة جامعة ميسان وإجابتهم. شبابنا 30 ثانية بقى من عندها 8 ثواني، أحتاج إجابة. شباب نتوكل على الله. الآيات البينات كونها مستخرجة من النصوص القرآنية. الآيات البينات كونها مستخرجة من النصوص القرآنية. هيك جوابنا سجاد، وخلنا نشوف جواب الصح لو خطأ. يا كنترول صح لو خطأ. يا كنترول هذه الإجابة الأخيرة. احنا قلنا لهم نقبل منكم 250، يا ترى راح نقبل منهم لو ما نقبل؟ يا كنترول أول ما بدينا قلنا لهم 250 نقبل. يلا يا كنترول. الآيات البينات أنا راح أشوف الوجوه تفرح لو لا، أنتوا شوفوا الإجابة صح لو خطأ يا شباب، شو تقولون؟ إن شاء الله صح يقول سجاد.
يلا يا كنترول الإجابة صح، عفية عليكم. والميتين 250 مبارك وجودكم ولقائكم ويانا للمرة الثالثة. حلو، 250 نقطة حلوات ختموا بيها وجودهم وجولتهم الثالثة. سووا 150 200 ليش؟ لأن النقاط مهمة بالنسبة لكم. بعدين راح يكون أكو هواي فرق صاعدة من مجموعتكم، منو الأول منو الثاني منو اللي يطلع، النقاط هي من تحدد ذلك. واضح؟ يلا سؤالكم يقول: كتاب في مصائب الأئمة الأطهار عليهم السلام للشيخ أبي علي عبد النبي بن أحمد الهجري البحراني المعاصر لصاحب الرياض موسوم بماذا؟ ابتلاء الأولياء أم ابتلاء المؤمن أم الابتلاء والاختيار؟ عندكم 30 ثانية فكروا وانطونا الإجابة الأخيرة. يلا آخر سؤال، 150 سووها 200 يا شباب، ركزوا لي وانطوني الإجابة بالخمس ثواني المتبقية يا شباب، أحتاج إجابة. إيه إجابة شباب، إجابة الأولى إن شاء الله. الأولى، هو قال ابتلاء الأولياء ومبتلي لأن هو قال الإجابة. كنت متردد؟ لا إن شاء الله متأكد منها إن شاء الله. لعد ليش ترددت؟ حازمة. حازمة. كان أكو آراء أخرى؟ كنترول يقول حازمة وما بينا حل، ننتظر وقلبنا خلص مثل ما نقول. ابتلاء الأولياء وما نحن فيه، هل يعد ابتلاء يا كنترول؟ انطينا الإجابة نرجوك. الإجابة صح ولا خطأ يا كنترول؟ الإجابة خطأ يا شباب للأسف. محمد قال مو قلت لكم؟ ايش قلت لهم محمد؟ ثاني ولا ثالث؟ انا خلاص لا، الابتلاء والاختيار. والاختيار هي الإجابة الصحيحة. اذا للاسف يا شباب ال150 بقت على حالها، 150 نقطة مقابل 250 نقطة. كنا نتمنى ان تعدلون مستوى نقاطكم ونشوفكم مرة ثانية، ولكن للاسف هذه هي حال المنافسات والسباق. لابد أن يكون هنالك فائز ولابد أن يكون هنالك خاسر، وللأسف النقاط التي جئتم بها في هذه الحلقة لا تؤهلكم حتى للمنافسة في النقاط على المرة القادمة. 150 غير كافية أمام ما أتى به أقرانكم في المجموعة، فالنقاط لديهم أكثر وأكبر. عموما مبارك يا شباب جامعة القادسية، ونتمنى لكم التوفيق وحظ أوفر أكيد يا شباب. كنا سعداء بحضوركم بمشاركتكم باجتهادكم ووصولكم للإجابات قدر الإمكان، ورح تبقون معانا أكيد حاضرين في قلوبنا أخوة وأعزاء. أيها الأحبة مشاهدين الكرام في كل مكان، أنتم الجوهرة وأنتم الأساس في كل ما نقدم، فهو لأجلكم، ولكم أيضا دور في هذه المسابقة من خلال المشاركة في سؤال المشاهدين، سؤال حضراتكم وسؤال الحلقة. فيه جوائز قيمة أيضا تقدم للفائزين الثلاث في نهاية المسابقة. الجائزة الأولى الذهاب إلى زيارة بيت الله الحرام، أما الجائزة الثانية فالذهاب إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، أما الإجابة أو الجائزة الثالثة فهي الذهاب إلى زيارة السيدة زينب عليها السلام. كل ما عليكم هو الإجابة الصحيحة تكتبوها في رسالة وتبعثوها عبر تطبيق الواتساب على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، وكل ما شاركتوا أكثر في الإجابة على أسئلة الحلقات كل ما زادت فرصتكم بالفوز بشكل أكبر. سؤالنا لحضراتكم في هذه الحلقة يقول: صدر عن مركز تراث البصرة التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة ماذا؟ كتاب الوجيزة الحقية، وهو من تأليف من هذا الكتاب؟ ما اسم الكتاب؟ كتاب الوجيزة الحقية أو الحقية، تأليف من هذا الإصدار أو هذا الكتاب؟ كل ما عليكم معرفة من هو المؤلف وإرسال
اسمه من خلال رسالة نصية عبر تطبيق الواتساب على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. نتمنى لكم يا رب التوفيق والفوز بإحدى الجوائز الثلاث المهمة. وكذلك الحال لكم أيها الأحبة الكرام، شكرا لقدومكم لحضوركم عباس وكرار ومحمد، وكذلك كل الشكر لكم صفاء وسجاد وسجاد أيضا. نتمنى لكم يا رب كل التوفيق. بهذا مشاهدين الأحبة نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في مسابقة معارف التراث. كنا أمل إن شاء الله أن نشوفكم ونلتقي وياكم في حلقة قادمة بإذنه تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.